مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، يوم خاص جدا الحقيقه، يوم انا بشوف دايما الايام اللي زي دي من الايام الحلوه، يعني في وسط حاجات كتيره جدا مش عاجبانا ومش راضيين عنها ونفسنا تتغير في الكوره في مصر، لكن الحقيقه اي حاجه بيبقى فيها اسم مصر وفيها منتخب مصر بننسى، بنفصل، بتدوب كل الاختلافات اللي بيننا وبنتوحد ورا علم مصر ورا منتخب مصر. كل التوفيق لمنتخب مصر النهارده اللي بيبدا انطلاقه مشواره طبعا قدام انجولا في تصفيات كاس العالم، مباراه رغم الفوارق دايما بناكد، ودايما تصفيات كاس العالم دايما بيبقى فيها يعني اتوجعنا منها كتير واتلسعنا منها كتير. اتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا النهارده، اعتقد رغم كل الظروف الصعبه خلينا نتفق طبعا وندي الجهاز الفني، وده مش شماعة، أنا مش مع فكرة الشماعات دايما، لكن الحقيقة ظروف صعبة جدا مر بيها الجهاز الفني في إطار استعداده لمواجهة أنجولا وبداية مشوار التصفيات عموما، لأن أنت بتتكلم على تصفيات مرحلتها الأولى بتلعبها في خلال شهرين بداية جايين بعد موسم في منتهى الصعوبة، حالة الإجهاد اللي بيعاني منها معظم لاعيبة المنتخب المصري وأهمهم وهم ممكن يكونوا الغالبية العظمى لاعيبة النادي الأهلي، غياب عناصر مؤثرة طبعا زي تريزيجيه بسبب الإصابة، صلاح والنني بسبب مشكلة الكوفيد وإنه مصر ريد زون، واللي زاد الطين بلة للأسف شديد جدا خروج كمان أكرم توفيق مصابا من معسكر المنتخب، وكمان عمر جابر إن شاء الله بإذن الله نطمن عليه، والحمد لله طبعا مسحته جت سلبية وإن شاء الله يكون جاهز لماتش الجابون. لكن في النهاية أنا كل ثقة إنه التشكيلة اللي موجودة والأسماء اللي موجودة في منتخب مصر تقدر تقدم عرض قوي جدا قدام أنجولا النهاردة، ويكون بداية قوية جدا، قوة دفع مهمة جدا. الانطلاقة دي بتهيأ لي واحدة من الحاجات الأساسية، أول مباراة إنك تلعب فيها مباراة كويسة، تقدم فيها مردود كويس يطمن الجمهور، تحقق سكور، يعني النهاردة مش بس المكسب اللي مطلوب لك إن شاء الله كمان تحقق سكور يريحك قبل ما تروح تلعب في الجابون. 9 نقاط مهمة جدا على أرضك ما فهمش نقاش، وإن شاء الله أنا شايف حتى مع أنجولا والجابون وليبيا شايف إن شاء الله المنتخب المصري يقدر يعدي من المجموعة، ونروح بقى للمهم، نروح للصعب وهو خروج المغلوب. طيب خليني أفكركم بسؤالنا على صفحاتنا على المواقع التواصل فيسبوك وتويتر وإنستجرام، أفضل 3 لاعبين في مباراة الأهلي وأسوان الأخيرة آخر مباراة في عمر الدوري. مش عارف الموسم مكمل ولا مش مكمل، لسه الموضوع في علم الغيب، لكن يتبقى لينا ان شاء الله لو كملنا في الكاس اتمنى ان يكونوا 4 مواجهات مع مواجهه طلائع الجيش في السوبر عشان نختم الموسم ونشوف اختيارات جماهير النادي الاهلي فيما يتعلق بافضل لاعبي الاهلي في الموسم ده. بالمناسبه احنا يمكن على السوشيال ميديا نزلنا اخر اعلان عن ماتش الجونه والمصري، وعرضنا ترتيب الجدول طبقا لاختياراتكم من اول ما ابتدينا الموسم، واثار حاله جدل كبيره جدا، يعني كان ديانج ورا منه، قفشه ورا منه، الشناوي ورا منه، شريف، دول الـ4 اللي بيتصدروا المشهد. جماهير كتيره جدا يمكن ما كانتش متابعه عمليه الاستفتاء من بدايه الموسم، كان ليها اراء مختلفه، كان ليها ترتيب مختلف، لكن في النهايه احنا اتفقنا، احنا اشتغلنا محطه بمحطه، مباراه بمباراه، لغايه لما نوصل ل نهاية الموسم. خلينا نروح للسكايب أبل إكزافيي، طبعا كان نجم منتخب البرتغال ونجم فريق ليفربول سابقا، ولقريب جدا كان بيتولى المسؤولية كمدير فني لمنتخب موزمبيق. هنضرب معاه 3 عصافير بحجر واحد، البرتغال اللي عندها النهاردة ماتش في كاس العالم، وصفقة انتقال رونالدو من اليوفي لمانشستر يونايتد، الكلام على ليفربول طبعا بما أنه كان واحد من نجومه ورأيه في ليفربول نسخته السنه دي ورايه في محمد صلاح، وبالتاكيد هيكون لنا واقفه مع خوسيه لوي ميكسوني نجم الموزمبيق، وطبعا الصفقه الجديده للنادي الاهلي. بدايه بشكرك على وجودك معانا واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي في السادسه. Thank you very much for this invitation. شكرا جزيلا لكم على هذه الدعوه، انه لشرف لي ومنتهى السعاده لي ان اتواجد على قناه النادي الاهلي، وسلامي لكل المشجعين وكل الشعب المصري، شكرا جزيلا لكم. خليني ابتدي معاك الحقيقه من صفقه بينتظرها او انتظرها جمهور النادي الاهلي كتير، وحاطين عليها امل كبير جدا في موسم الاهلي القادم، خصوصا ان الاهلي عنده عدد كبير جدا من البطولات هينافس عليها. بتكلم على خوسيه لويس او خوسيه لوي ميكسون لاعب موزمبيق وسيمبا التنزاني السابق. عايز اعرف رايك في الصفقه دي وايه اللي ممكن يضيفه ميكسوني للنادي الاهلي.
Yes, I'm very happy. أنا سعيد جدا أن أرى لويس ميكيسوني يوقع للنادي الأهلي وأن يكون جزءا من هذا الكيان العظيم ويكون طول الوقت يفكر في تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي. فهو لاعب رائع. وأنا قمت بتدريب لويس ميكيسوني في منتخب موزمبيق لسنوات. فهو لاعب متميز جدا. أنا استطعت أن أضم واستطعت أن أحلل طريقة لعب هذا اللاعب. وأستطيع أن أقول أني وجدت أن لويس ميكيسوني هو جزء أساسي من كيان المنتخب الموزمبيقي. وأستطيع أن أقول حينما تكون جزءا من المنتخب الوطني وتشارك في تصفيات عديدة وبطولات عديدة ستكون على المستوى. لكن إذا انتقل اللاعب إلى مصر سيكون لديك لاعب أفضل بالطبع. وهو استطاع أن ينمو ويتطور ويكون مناسب لأي نادي يشارك فيه. أنا وجدت مميزات كثيرة في لويس ميكيسوني. فأعتقد أن لمدة 3 سنوات ونصف معا استطعت أن أكتشف أنه لاعب رائع مهاري قوي جدا يستطيع أن يلعب في أي مكان في الملعب في الجزء الهجومي في اليمين في اليسار وراء المهاجمين. هو لاعب رائع. هو يحرز باستمرار وأنا سعيد جدا من أجل لويس. أنا قتلت من أجل لويس وأصررت على إشراكه معي. طب خليني أسألك أفضل مركز في الملعب أنت شايف أنه من الممكن توظيف ميكيسوني في المركز ده والمركز ده ممكن يظهر قدراته بشكل كبير؟ Yes, definitely. بالطبع لأن لويس لاعب ذو مخيلة ولعيب مبدع يستطيع أن يلعب في 3 أماكن في الخط الأمامي. يستطيع أن يلعب كجناح أيمن وكجناح أيسر. يستطيع أن يلعب كمهاجم ويستطيع أن يلعب خلف المهاجمين وأن يصنع اللعب وأن يربط الخطوط ببعضها. ولهذا السبب تعتبر هذه الصفقة صفقة كبيرة أن توقع للأهلي وأن يستخدم الأهلي لويس ميكيسوني وأن يشركه في المباريات. بالتأكيد انتقال ميكيسوني للنادي الأهلي تعتبر نقلة نوعية سواء على مستوى المشاركة في عدد أكبر من البطولات سواء على مستوى الانسجام مع سكواد النادي الأهلي. والحقيقة يمكن الأهلي إنجازاته في الموسم الأخير أكتر من رائعة مش بس على المستوى المحلي والقاري لكن كمان على المستوى العالمي. اللي تنصح به لويس ميكيسوني عشان يقدر يعني يكون او يدخل في سكواد النادي الاهلي تحصل حاله تناغم او انسجام بينه وبين عناصر الفريق يقدر يكون ليه بصمه بدايه من اول مواسمه مع النادي الاهلي. اعتقد ان بسبب ان لويس ميكيسوني لاعب قوي جدا ولاعب رائع اعتقد انه لاعب يريد ان يحقق الكثير. عقلية لويس ميكيسوني عقلية كبيرة وأرى أن لويس ميكيسوني لا يحتاج التأقلم لفترة طويلة. هو يستطيع أن يتأقلم بشكل سريع مع أي فريق. أنا قلت له من قبل أنت تستطيع أن تلعب في أوروبا وبالرغم من ذلك فهذه الصفقة وهذا التوقيع هي صفقة كبيرة بالفعل. بنتكلم على لاعب عمره 26 عام بالتأكيد وجوده في النادي الأهلي هيضيف له خبرات كتير لكن في النهاية برضو عنده مساحة أنه يكون عنده القدرة أنه يطور من مستواه. إيه النصايح اللي أنت شايف أنه حاجات محتاج ميكيسوني يشتغل عليها عشان يقدر يتطور مع النادي الأهلي؟ وإيه الرسالة اللي توجهها لمستر موسيماني المدير الفني أنه يساعد ميكيسوني عشان يعمل أو يقوم بعملية التطور دي؟
أنا بالفعل أعرف بيتسو موسيماني من أي منذ ما كان يدرب فريق سان داونز، وهو يعرفني جيدا كذلك حينما كان يدرب جنوب أفريقيا. وبعد مقابلة موزمبيق مع جنوب أفريقيا، موسيماني أصر على توقيع ميكيزوني مع سان داونز. موسيماني مدرب رائع ويؤدي بطريقة جيدة، ولهذا السبب عليهم أن يتأقلم سريعا مع في داخل منظومة الأهلي. لويس ميكيزوني انتقل الأهلي لهذا السبب، ليكون عنصرا فعالا في الفريق، وهذا الأمر مهم جدا للويس ميكيزوني والنادي الأهلي. بوصفك واحد من نجوم البرتغال، خليني أتكلم شوية على كريستيانو رونالدو. رأيك في انتقاله الأخير اللي يمكن كثير اعتبره مفاجأة، عودته لبيته مرة تانية أو عودته لمانشستر يونايتد اللي شهد انطلاقة كريستيانو من البدايات. رأيك في الصفقة، رأيك في قدرة الاثنين على ان هم يساعدوا بعض، سواء رونالدو انه يساعد المان يونايتد على انه يحقق الألقاب، أو انه يونايتد يساعد رونالدو عشان يفضل محافظ على المكانة والنجاح اللي وصل ليه. I think it was a great comeback. أعتقد أنها عودة رائعة. أعتقد أن كريستيانو يجب عليه أن ينسى الماضي وما حدث له في السنوات الأخيرة. يجب عليه أن يغتنم الفرصة. تواجد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد مفيد لمانشستر ومفيد كذلك لكريستيانو. سيكون لديه الفرصة أن يشارك في بطولة كبيرة، وأن تكون جزءا من فريق كريستيانو رونالدو عليك إحراز العديد من الأهداف لتعود كريستيانو رونالدو الذي كان دوما يقاتل على الألقاب. هذه صفقة رائعة، وأنا سعيد جدا لو تواجد كريستيانو رونالدو وعودته بعد سنوات طويلة لمانشستر يونايتد. بحكم أنك أنت طبعا يعني كنت من نجوم البرتغال وكنت أيضا من نجوم ليفربول في الدوري الإنجليزي، هتشجع مانشستر يونايتد اللي بيضم اثنين من نجوم المنتخب البرتغالي، رونالدو وبرونو فرنانديز، ولا هتشجع ناديك اللي أنت لعبت له وارتديت التيشيرت بتاعته ليفربول؟ حسنا، هو سؤال رائع جدا، أنا سعيد بهذا السؤال. لكن من المهم لي كمدير فني أن أرى فريق متكامل وفريق رائع وفريق جيد. أنا بالفعل أتعاطف وأساند كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز، وهؤلاء اللاعبين يؤدون بشكل جيد. لكن أنا لدي رؤية خاصة بي كمدير فني. أنا دوما أتطلع لأن أرى فريق متقدم ومتطور، فأيضا أتمنى تطور ليفربول وأيضا مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو على حد سواء. إزاي بتتابع فرقة ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب بشكل عام، قدرته على المنافسة السنة دي في البريمير ليج والتشامبيونز ليج، وبشكل خاص يهمني أسمع رأيك طبعا في الفرعون المصري محمد صلاح. Yes, it's very important. I belong to a generation. مهم جدا. A strong generation with Gerard. لأني بالفعل انتميت لفريق لجيل رائع في ليفربول. ولكن الآن الفريق تحت قيادة ليفربول يتقدم ويتطور جدا. أصبح الفريق قوة كبيرة في أوروبا. ليفربول لديه لاعبين مميزين الآن، وواحد من هؤلاء اللاعبين الذين أنا سعيد برؤيتهم هو محمد صلاح. هو لاعب خاص جدا، مميز جدا. هو كان لاعب مميز جدا حينما تأهلت مصر لكأس العالم، وأيضا مع ليفربول، وهو مهم جدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الآن، وأيضا مع ليفربول في البطولات الأوروبية. وأعتقد أن ليفربول يستطيع أن يعطي ذلك لمحمد صلاح، أن يذهب مع المنتخب، لأن صلاح سيكون سعيدا في هذه الحالة. بالتأكيد تابعت المركاتو.
بالتاكيد تابعت الميركاتو الصيفي الموسم ده لانديه اوروبا، ومن يعني كلام على بطوله تشامبيونز ليج اللي هتبدا خلاص يوم 14 سبتمبر، في رايك مين الفرق اللي عندها القدره انها تحقق لقب او تنافس على اللقب النسخه الجديده؟ اعتقد ان ليفربول فريق رائع حاليا، واعتقد ايضا بطبيعه الحال سيكون الامر متوقف على القتال للنهايه. اعتقد ان هذه الفتره ستكون مميزه جدا لليفربول. لديك الان كاس العالم، ولديك الان اللاعبين يشاركون في بطولات مختلفة. أبل دافيه المدير الفني السابق لمنتخب موزمبيق، وطبعا نجم منتخب البرتغال وليفربول السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. نروح لفاصل ونرجع نتكلم بقى على ملف منتخب مصر، وبالتأكيد الشامبيونز ليج وبطولات أوروبا هتكون حاضرة معنا النهارده.